ليس الصراع والاقتتال فقط من يرهق كاهل السوريين، فالفقر أطل عليهم ليضاعف محنتهم. تشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ أسابيع أزمة خانقة في تأمين الخبز بالسعر الحكومي المدعوم. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت البدء ببيع مادة الخبز المدعوم للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية وفق نظام الشرائح في جميع مخابز دمشق وريف دمشق واللاذقية. ويبلغ السعر الحكومي للخبز المدعوم 50 ليرة للربطة الواحدة المؤلفة من 8 أرغفة، في حين باتت تباع الربطة في السوق السوداء بأكثر من 500 ليرة. ولقى قرار النظام تنديدا في الشارع، حيث يقول المواطنون إن هناك حكومة عاجزة تريد التغطية على عجزها على حساب المواطنين المعدمين وتجويعهم. وبالترافق مع قرار تقليص حصص مادة الخبز المدعوم، أصدرت الحكومة قراراً آخر بزيادة مواعيد تعبئة مادة البنزين للسيارات الخاصة بسبعة أيام وأربعة أيام للسيارات العامة. ويبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين المدعوم 250 ليرة سورية، في حين يباع في السوق السوداء في ظل الأزمة الحالية أكثر من 2000 ليرة. أغارت الطائرات الروسية بكثافة على محافظة إدلب شمالي سوريا خلال الساعات الماضية، وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أكثر من 22 غارة في ظل تحليق الطائرات بالأجواء. كما أكد المرصد أن قوات النظام السوري قصفت المحيط الخاص بالنقطة التركية في ريف جسر الشغور.